مبدئيا كده قبل اي حاجه، الفيديو دوت هيكون طويل شويه، وده اصعب حاجه في فلاتر اللي انت تعمل انستول اصلا لكل حاجه عندك على الجهاز. ده الشكل اللي انت هتشوفه في اخر الفيديو خالص، بعد ما احنا عملنا انستول لكل حاجه وحلينا المشاكل اللي قابلتنا باذن الله، ووصلنا ان احنا عملنا كل حاجه في الابلكيشن. وهتلاقي عندك الايميليتر متسطب، طبعا الايميليتر هتلاقي عندك ده الديب اورنج، ممكن مثلا تعمل اي لون تاني، ده الثيم بتاع الموقع. فنختار مثلا ان احنا عايزينه يكون باللون ده، وعملنا هوت ريلود اللي هو بيخليك تعمل ريفريش الابلكيشن في ثانيه زي ما احنا شايفين. ده كده اللي انت هتوصل له ان شاء الله في الاخر. طبعا ده لسه ما اتكلمناش في اي كودنج، هو الفكره كلها في الانستوليشن. هتحتاج تسطب جيت، هتحتاج بعدها تسطب فلاتر، بعد كده تسطب اندرويد ستوديو، بعد كده تسطب الاي في دي او اللي هو الايميليتور. كل الحاجات دي محتاج تسطبها، فانا بقترح عليك تتفرج على الفيديو كامل الاول من غير ما تقعد تمشي معايا خطوه بخطوه. اكتب كل الحاجات اللي محتاجه تنزل، اعمل لها داونلود الاول مره واحده، وبعد كده كمل بقى معايا. في حاجات هتحتاج داونلود وانت بتسطب بس صغيره، يعني مش بنفس حجم الحاجات اللي انت محتاج تعملها انستول او محتاج تحولها من على النت بنفسك. فاتفرج على الفيديو كامل في الاول، نزل الحاجات وابدا بقى ايه، عيش معايا. ولو قابلك اي مشكله وانت بتسطب، يا ريت تكتب لي في كومنت او في الكيو ان دي ايه، وباذن الله هرد عليك ونتابع مع بعض ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ان شاء الله هنبدا نسطب فلاتر على الجهاز. طبعا هستخدم نظام ويندوز 10، فانت على حسب برضو النظام اللي انت هتستعمله. انا اغلب الشغل هيبقى معايا على نظام ويندوز، ماشي؟ عشان بس لو انت بس عايز تسطب على ماك او كده، فممكن هتلاقي على اليوتيوب كل الحاجات برضو اللي انت ممكن تسطب بيها النظام على جهاز ماك ان شاء الله. يعني نبدا ان شاء الله. اول حاجه انت هتكتب انستول فلاتر ويندوز، هنخش عادي في صفحه فلاتر خالص، عادي خالص. هتلاقي تخش انستول، هتعمل ويندوز من هنا كده. طبعا احنا دخلنا في اول صفحه ديت، يعني انت لو انت ما خدتش بالك، اول صفحه هنا كده هتخش عادي خالص، تخش تعمل جيت ستارتد وويندوز. ممكن نقفل دول. يعني في البدايه يعني لازم تبقى عارف ان احنا لما نيجي نعمل انستول هنعمل انستول لكذا حاجه. اول حاجه هنعمل انستول لفلاتر، بعد كده هنخش نعمل انستول لاندرويد ستوديو عشان خاطر نسطب الاندرويد اس دي كي، بعد كده هنعمل انستول لفيجوال ستوديو كود مثلا، لان ده اللي هنعمل نكود عليه يعني وكده. ليه يعني هنعرف ليه قدام بنستعمل فيجوال ستوديو كود؟ هو بالنسبه لنا يعني هيبقى اخف، يعني انت لو انت عندك لو انت استعملت اندرويد ستوديو قبل كده اكيد هتبقى عارف ان اندرويد ستوديو يعني ايه، تقيل شويه بقى، محتاج امكانيات حلوه شويه يعني كده. لكن فيجوال ستوديو كود اسرع منه، اسرع بكتير. فانا بالنسبه لي ممكن تكون مش مشكله، بس بالنسبه لك ممكن تفرق، وبالذات لو انت اشتغلت مثلا فتحت مشروع جنب مشروع عشان تمنه حاجات والكلام ده كله. فيلا بينا نبدا. اول حاجه احنا هنخش على الانستول. بص احنا ممكن نمشي يعني خطوه خطوه مع الانستوليشن بتاعه عشان تاخد بالك. انت الفلاتر ديت اللي احنا قدامنا دي الدوكيومنتيشن ديت فيها كل حاجه هم بيعملوها، يعني سلسه جدا، من احسن الحاجات اللي انت ممكن تقرا فيها الدوكيومنتيشن بتاعتهم وتستفاد من اللي هم كاتبينه. اول حاجه هنخش في الفلاتر طبعا ديت اللي ايه الريكويرمنتس، يعني الحاجات المتطلبات عشان تشغل فلاتر هي اللي قدامنا هنا دي. فانت لازم تاخد بالك تقراها، اللي هي ديسك انت عايز المساحه قد ايه والكلام ده كله قد ايه. طب انا دلوقتي ليه دخلت على الموقع بتاعهم؟ انا دخلت على الموقع عشان الحاجات دي بتختلف مع كل اصدار بينزلوه، تمام؟ ممكن وقت الاصدار هم عاملين مثلا محتاج مساحه قد كده، كل الكلام ده كله ده على الكلام المكتوب دلوقتي. لكن خلينا متفقين ان انت محتاج ايه، محتاج تخش على صفحه دي ساعه ما تيجي تعمل انستول، وتشوف اللي انت المتطلبات اللي انت هتعملها لما تيجي تنزل انت وتيجي تسطب في الوقت اللي انت تسطب فيه ان شاء الله. يعني اول حاجه تعالى بس ننزل انستول جيت. هما طبعا محتاج الحاجتين دولت في الاول خالص قبل ما تعمل اي حاجه، فانت محتاج تعمل انستول للجيت. لو انت عندك جيت على الويندوز بتاعك ما سطبتها يعني قبل كده، وانت مثلا لو انت بتكود اصلا في حاجه تانية قبل كده يعني، فمش محتاج تعمل له انستول، خلاص هو هيبقى موجود عندك يعني. لكن لو مش معمول له انستول عندك هنعمل ايه؟ هنخش جيت فور ويندوز هنا كده، هيفتح لك الصفحه دي. هتضغط على ويندوز انستول اللي هو على حسب النظام بتاعك. النظام بتاعي 64 بت، هنزل اللي هو الجزء ده كده. فده في وقت التنزيل هو حوالي 48 ميجا، تمام؟ فهنكنسل لانه عندي على الجهاز. هنبدا بقى دلوقتي نعمل له انستول. هنخش بقى نعمل انستول للجيت، هنضغط عليه هي رن على حسب ما يطلع لك يعني، هتعمل يس. بعد كده انت بتسطب جيت هتلاقي ان كل حاجه الدنيا فيها سلسه خالص. لكن حاول اي اغلب الحاجات اللي سطبها طبعا لها علاقه بالكودنج او كده، حاول تسطبها فين؟ في السي، اللي هو الحاجه اللي هو بقى مديك
يعني يقول لك مثلا تطبق في اللي هو الديفولت المكان بتاعها يعني الديفولت عشان خاطر تريح دماغك، لان احيانا بعد كده انت هتقعد تدخل حاجات فاريبل نيم وحاجات من ديت لو انت سطبتها في مكان تاني. لكن لو ما عندكش مساحه على مثلا السي ممكن تسطبها في اي مكان تاني خالص، وبعد كده تعدل وتشوف مثلا لو طلع لك ايرور تعدله بس على السريع كده في وقتها وخلاص. عملنا الوقت هنعمل نيكست، طبعا ما فيش اي حاجه انا هنا محتاجها يعني نيكست عادي خالص نيكست. نيكست عادي برضو هنكمل عادي خالص الانستول، نعمل نيكست وبعد كده نيكست 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 نيكست. طبعا الانستوليشن بتاع جيت كله حاجات بسيطه خالص، مفيش فيها اي حاجه معقده يعني، كلها نيكست بس يعتبر يعني. طبعا الحاجات ديت لها يعني انت لو انت عايز تعرف تفاصيل انت بتعمل ايه بالظبط ممكن تشوف حاجات انستوليشن يفهمك كل حاجه وتسرش بس عن كل حاجه بتقابلك يعني، لكن هو مفيهوش حاجه، انت بتشتغل على الديفولت بتاعه في كل حاجه يعني هتقابلك. الانستول بتاعنا كده ايه خلص خلاص تمام، هنعمل نيكست كده خلاص. ايه الانستوليشن بتاعنا بتاع الجيت خلص، نروح نكمل في الصفحه اللي احنا كنا فاتحينها دلوقتي ونشوف ايه اللي بعد كده. جينا في الصفحه لقينا ان احنا كده خلاص اول حاجه السيستم ريكويرمنتس كلها بقت موجوده. هننزل نشوف الفلاتر اس دي كي. الفلاتر اس دي كي ده مش البروجكت اللي احنا شغال عليه، ده اللي هو السوفت وير يعني السوفت وير ذات نفسه اللي هو السوفت وير ديفلوبمنت كيت، اللي هو يعني زي البرنامج اللي انت هتستعمله زي التولز اللي انت هتستعملها، لكن مش البروجكت بتاعك، البروجكت لسه هنعمله قدام. فانت هتعملها اكنك بتعمل انستول كده بالظبط للبرنامج. طبعا حاليا وقت التسجيل الاصدار اللي موجود 1.2 هو حاليا ستيبل يعني، فداخل اصدار ستيبل فاحنا هنشتغل عليه تمام. نحط الفلاتر فين؟ تعال نخش في الفلاتر. هو بيقترح عليك انت ممكن تعمل في السي، طبعا هننزل الفايل ده لو انت ضغطت هنا انستول هيعمل لك كده، هو حوالي 680 ميجا. طبعا انا منزل برضو الفايل دلوقتي قبل ما ابدا اسجل، ده الفايل اللي انا لسه منزله دلوقتي الفلاتر اللي هو 680 ميجا 682 بالظبط. في وقت التسجيل يعني على حسب الاصدار، انت ممكن لما تيجي تنزل انت البرنامج يبقى الاصدار اعلى او كده فيبقى المساحه اعلى او اقل يوم اقرب يعني. انت كده دلوقتي هننزل ده، هنحتاج ايه بقى من ده؟ هنعمل ممكن ناخده دلوقتي، احنا نزلنا خلاص اللي هو الفلاتر اس دي كي، هنيجي هنا نعمل فولدر جديد هنسميه اس ار سي مثلا، او ممكن نسميه فلاتر على طول يعني، بس احنا خلينا مثلا في الايه في الاس ار سي. احنا يعني ايا كان اللي انت هتعمله انت هتاخد الباث بتاعه اللي هو السورس لحد ما توصل له يعني المكان اللي هو محطوط فيه، وهنرجع نستعمله قدام كمان شويه. لكن تعالى بس نشتغل نكمل زي ما احنا، هنحط فيه الفايل اللي احنا لسه منزلينه. الفايل اللي احنا منزلينه فيه ايه جواه، لما انت تفتحه هتلاقي جواه فلاتر تمام. فاحنا نعمل اكستراكت هير، طبعا الوقت اللي هو هياخده عشان يعمل الاكستراكت بيختلف من على جهازي عن جهازك يعني، كل واحد وجهازه يعني ما تستناش ان كل حاجه تبقى ماشيه زي ما انا بعمل بالظبط، ممكن العمليه تبقى عندك اطول شويه يعني مثلا حتى في الداونلود او كده يعني. الباقه لسه متجدده عندي فالدنيا ماشيه معايا تمام، لكن ممكن وانت بتحمل تلاقي النت عندك بطيء شويه مش عارف ايه. هي فتره بس وانت بتسطب ديت بتبقى اصعب فتره، بعد كده ان شاء الله يعني الدنيا هتلاقي ماشيه معاك والعمليه تبقى سلسه خالص ان شاء الله يعني. دلوقتي كده انا حطيته خلاص في المكان بتاعه، عملت له دخلت في السي وعملت فولدر اسمه اس ار سي اللي هو سورس مثلا او كده يعني. بعد كده حطيت فيها الفلاتر هنا اهوت، هتخش تلاقي فيها الكلام ده كله. فلاتر عشان تتاكد ان هي يعني اتسطبت خلاص ممكن تخش في فلاتر ديت فلاتر كونسول ديت، هتلاقي عندك فلاتر هنا اهيت. فانت لو انت عملت اي حاجه هنا كتبت مثلا فلاتر او كده هيقول لك يعني ان انت ايه كده خلاص يعني المفروض ان هو هنا يظهر لك زي ما احنا شايفين كده ويلكم تو فلاتر، يبقى انا كده فلاتر تعمل لها انستول عندك على الجهاز. طب انت كده خلاص سطبت فلاتر؟ لا انت بص، انت لو احنا فتحنا احنا دلوقتي فاتحين ان احنا من هنا منين من اللي هي الكونسول اللي موجوده في فلاتر دي، لو احنا دخلنا في السي ام دي وعملنا فلاتر
هيقول لك ان فلاتر ده مش قادر يتعرف عليه، فانت لازم تحطها في الانفايرمنت فاريبلز اللي موجوده عندك على الجهاز عشان لما تكتب من اي مكان يبدا يتعرف عليها بسهوله جدا من غير ما يحصل اي مشاكل. فهنعمل الموضوع ده ازاي؟ طبعا انت ممكن تخش منين، ممكن تروح مثلا في الكنترول بانل وتبدا بقى تتحرك واحده واحده كده مثلا، يعني ممكن تروح في الكنترول بانل كده وتروح منه على اليوزر اكونتس، ومن هنا يوزر اكونتس برضو هتلاقي عندك تشينج ماي انفايرمنت فاريبلز، او ممكن تيجي هنا على طول وتكتب ايه انفايرمنت هتلاقيها طلعت لك يعني كلها بتوصلك لنفس المكان. فالمهم احنا كده وصلنا للصفحه اللي قدامنا ديت، عايزين بقى نبدا نحط الفاريبل بتاع ايه، نحط الفاريبل بتاع الفلاتر، احنا عايزينه يتعرف على المكان بتاع الفلاتر. فهنيجي هنا كده، هنيجي في الباث عشان نضيف الباث بتاع مين، بتاع الفلاتر. هنبدا نعمل ايديت وهنيجي هنا نعمل نيو، نروح في المنطقه اللي احنا كنا لسه فيها نشوف احنا مسطبين الفلاتر فين. انا حاطه عندي في سي سورس فلاتر. هنيجي هنا كده نخش في البن، شايف الفولدر بتاع بيننا ده، تضغط عليه وتيجي هنا تاخد ده كده كوبي وتروح للانفايرمنت فاريبل تاني اللي احنا كنا فيها دلوقتي، تروح بس ايديت نيو كده احنا ضفناه خلاص اهوت، نعمل اوكي. اوكي لو احنا رحنا ورجعنا تاني هنا وكتبنا فلاتر في الكوماند ويندو عادي خالص من اي مكان بقى على الجهاز عندك، هتلاقي دلوقتي ان هو بيبدا يتعرف عليه وبيبدا يقول لك ايه الفلاتر كرييت فيه الحاجات ايه الكومنتس الموجوده، يعني لو انت عايز تكتب فلاتر حاجه معينه فيقول لك ايه الكومنتس الموجوده عندك على الجهاز كده. الدنيا ايه تمام كده، احنا سطبنا الفلاتر عندك على الجهاز خلاص. لو في اي مشكله ظهرت معاك لحد هنا يعني برضو ايه حاول تعرفني وتقول لي المشكله ظهرت معاك وانت لو ما وصلت لاني مرحله في الانستليشن. صدقني الانستليشن اصعب حاجه في الموضوع كله هي تسطيب البرنامج او البرامج يعني اللي احنا هنشتغل عليها. بعد كده العمليه سهله خلاص، انت تبدا تكود، هتعرف معلومه جديده تبدا تطبقها وتمشي واحده واحده، ونبدا نقضيها كده ايه بروجكت صغير بروجكت صغير ونكبر ان شاء الله مع بعض. كده الدنيا معاك هنا تمام قوي كده، انت سطبت الفلاتر. المفروض ان احنا بنروح بعدها نسطب ايه، نسطب الاندرويد ذات نفسه، الاندرويد اس دي كي، عشان خاطر لو احنا حبينا نعمل ابلكيشن موبايل للاندرويد. فعشان نسطب اندرويد اس دي كي انا محتاج ان ننزل مين، محتاجين بقى نروح نرجع للصفحه بتاعتنا. هتلاقي الوقت ان احنا عملنا انستول، فخلاص احنا خلصنا الانستليشن اللي فوق ده خلاص تمام. بعد كده قال لك ايه حطها في الانفايرمنت فاريبل برضو عشان خاطر تبقى انت عارف اللي احنا عملناها، عشان خاطر تيجي من اي مكان وتكتب اللي انت محتاج تعمله. هنبدا ننزل، لو انت عملت ران لفلاتر دكتور دوت هيبقى يجيب لك ايه، يعمل لك تشيك كده يعني ويقول لك انت وصلت لحد فين دلوقتي. يعني احنا دلوقتي لو احنا خدنا فلاتر دكتور دوت ورحنا كتبناه في السي ام دي عشان تبقى عارف ان احنا برضو عملنا انستول مظبوط، فلاتر دكتور هو هيجيب لك اللي احنا عملناه لحد دلوقتي، يقول لك ان الفلاتر خلاص يعني بيتعمل له انستول. ايه تاني اللي ما تعملوش انستول؟ اندرويد تشين ديفلوب فور اندرويد ديفايس، الكلام ده كله هيجي مع مين؟ هيجي مع مش قادر يعرف الاندرويد اس دي كي فين. طب هيعرف ازاي الاندرويد اس دي كي؟ لما انت تسطب اندرويد ستوديو. فيلا نكمل ونشوف هنسطب اندرويد ستوديو ازاي. هنرجع نكمل هنا وننزل، هنعمل بقى اندرويد سيت اب. عشان تعمل اندرويد ستوديو هتخش هنا على الصفحه دي كده، شايف من دي دلوقتي معلش محتاجينها في حاجه، هنخش هنا يقول لك داونلود اندرويد ستوديو، هتضغط عليها يس وداونلود زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده حوالي 870 ميجا، فنعمل كنسل لانه عندي على الجهاز، وهنروح نعمل له انستول. انا كنت قايل لك في الاول طبعا حاول تاخد لفه على الفيديو كامل عشان تعرف الحاجات اللي انت محتاج تنزلها. فاحنا حتى الان نزلنا الجيت والفلاتر اس دي كي ونزلنا اندرويد ستوديو، تعملهم انستوليشن عندك على الجهاز او يعني تحملهم في الاول لو انت عايز تنجز نفسك، وبعدين تبدا تنستول معايا كل حاجه اول باول. ده الداونلود بتاعه اللي هو 870 ميجا ده، هنعمل له انستول. طبعا لما بيطلع لي الصفحه دي ممكن تكون ما بتظهرش عندك عادي خالص تمام. هنعمل رام، انت ممكن اول ما تضغط هيطلع لك على طول الصفحه اللي هي حملت دلوقتي وبعدين يخش في الموضوع على طول، لكن عادي يعني. هنعمل يس هنا. ايه اللي احنا نعمله بقى؟ يلا واحده واحده كده برضو نكمل. اول حاجه هنعمل نيكست نتاكد ان دي معمول عليها تشيك كده صح يعني، ونعمل نيكست. انا هسطب كل حاجه في مكان عادي الديفولت عادي خالص لان المساحه عندي متوفره يعني على السي. نيكست انستول.
طبعا اندرويد ستوديو انت ممكن تستعمله اصلا قدام، يعني انت عشان بس تبقى عارف احنا بنسطب اندرويد ستوديو ليه. احنا بنسطبه عشان خاطر معاه الاندرويد اس دي كي على طول، يعني من غير بقى ما احنا نقعد نلف ولا نعمل اي حاجه، هي موجوده معاه بتسطب معاه تلقائي. وبرضه ممكن نسطب من عليه، اللي احنا نخش دلوقتي نسطب من عليه مع اندرويد ستوديو. لو انت عايز تعمل جهاز اللي هو فيرتشوال، بدل ما انت تقعد تستعمل جهازك وانت بترن مثلا اي ابلكيشن، ممكن تعمل جهاز تخيلي او جهاز وهمي على الجهاز بتاعك وترن عليه على طول. فحلاوته بقى ايه في فكره الجهاز الوهمي دوت، ان انت ممكن تعمله باي مواصفات انت عايزها. ممكن تقول له انا عايز الرامه تكون كذا، وكل الكلام ده هنشوفه قدام يعني. لكن ممكن تقول له الرامه كذا، وممكن تقول له انا عايز اللي هو اندرويد مثلا 6، اندرويد 7، اندرويد 8، اي حاجه براحتك. انت ممكن يكون معاك موبايل واحد في البيت وانت عايز تسيست على كذا حاجه، فبالتالي اللي هو الايميوليتر بيكون احسن بكتير. نكمل انستوليشن، نعمل نيكست من هنا، وبعدين هنفتح اندرويد ستوديو. طبعا انا بسطب لاول مره، فهو بيقول لك ايه كونفيج اور انستليشن فولدر، عايز تحط في مكان معين ولا مش عايز، يعني عندك الحاجات كانت متسطبه قبل كده ولا انت بتسطب من اول جديد. فانا اقول له دونت امبورت سيتنجز. طبعا ده الشكل الجديد لاندرويد ستوديو، ممكن انت لو بتتفرج على فيديوهات قديمه. طبعا هنا ممكن يقول لك ايه لو انت عايز تبعت، تبقى جوجل احيانا تطلب منك لو انت عايز يعني ايه الاستاتستكس بتاعت الجهاز عندك، اللي بيحصل عندك على الجهاز تبعته لو عندك ايرور او كده يعني، او لو مش عايز تبعت حاجه فانت كبر دماغك واعمل دونت سند وخلاص. هنعمل بقى الايه الكونفيجريشن، اول مره تفتحه هتلاقي فيها الحاجات دي. بعد كده لما تفتح على طول هتخش في اللي هيجي لك قدام يعني. نكمل الكونفيجريشن بتاعتنا، نيكست. عايز هتعمل الكونفيجريشن معينه او كده وانت بتسطب ولا لا؟ فانا اعمله ستاندرد، انا همشي كل حاجه تمام. انا هشتغل على الدرج مود، نيكست. فهو بيقول لك ايه، بيقول لك دي الحاجات اللي انا محتاج ادونها كده على السريع واحنا ماشيين. فاعمل فينش، وهو ايه هيخش اي حاجه تقابله وهو هيعوز يدونها هتلاقيه هو داس لوحده فيها يعني. طبعا هنسيبه هو يحمل براحته ونرجع لما الحاجات اللي هو يحملها دي تخلص ان شاء الله. طبعا تحديث كده هو لسه بيكمل يعني الانستولشن بتاعه دي خالص. جالي ديت يس او نو، قعد يعمل يس. كده كل الكومبوننتس اللي احنا كنا بنعملها حصل لها انستول. طبعا وقت الانستولشن يعني على حسب انت ونظامك يعني، فانا الحمد لله حظي ان هو جاي في وقت تجديد مؤقت، فكان الدنيا تمام عندي شويه، لكن ممكن يطول عندك شويه، ممكن يبقى اسرع مني كمان. انت ونصيبك يعني. ف تمام، نخش على اللي بعده، نعمل فينش. كده ده اندرويد ستوديو معانا هنا اهوت. كده احنا سطبنا خلاص اندرويد ستوديو. ايه اللي المفروض ان احنا نعمله بقى دلوقتي؟ المفروض دلوقتي ان احنا نعمل فلاتر بروجكت، لكن عشان خاطر نعمل فلاتر بروجكت المفروض ان احنا، لو انت قبل كده من زمان كنت المفروض ان انت بتفتح الكوماند ويندو وتقعد تكتب كود فلاتر كرييت والكلام ده كله. لكن احنا هنحتاج ان احنا نعمل ايه، محتاجين نسطب الفلاتر. هنخش هنا على الكونفيجريشن من هنا كده، وهنلاقي بلوجنز عندنا هنا زي ما احنا شايفين كده. هنخش في بلوجنز، هنلاقي هنا ان انا هحاول نعمل انستول لمين، لفلاتر. طبعا هتيجي تسطب فلاتر هيقول لك ايه، هتسطب فلاتر وانت ودارت لسه ما سطبتهاش، والله عيب عليك. فيقوم جاي تعمل انستول هيقول لك ايه ان احنا محتاجين دارت كمان بالمره ايا كان يعني. فنعمل اكسبت، هو زي ما احنا شايفين هيقول لك هتسطب فلاتر وانت ما عندكش دارت. فدارت ديت لغه البرمجه اللي احنا هنكود بيها فلاتر، ده الفريم ورك على بعضه. نعمل انستول، هو كده خلص. هنعمل ايه، نعمل ريستارت اي دي. ريستارت هي راستر، هو لوحده كده يفتح يقفل اندرويد ستوديو ويفتحه تاني. بعد ما كان في الاول اندرويد ستوديو بس، بقى في نيو فلاتر بروجكت هنا. هنعمل فلاتر بروجكت نيو، ماشي. هنخش فلاتر ابلكيشن عادي خالص، هنسميه فلاتر اب. بيقول لك فلاتر اس دي كي از نوت جيفن. طب دلوقتي فلاتر اس دي كي هو مش شايفه، يعني طبعا انت عارف احنا كنا مسطبينه فين، اللي احنا كنا مسطبينه في الاول. فهنروح نجيب المكان بتاعه ونيجي على السريع كده. ده المكان بتاع فلاتر اس دي كي عندي اللي هو في السي سورس فلاتر. هنيجي ناخد المكان دوت
ونضغط هنا نحطه له هنا. طبعا انت لو انت في لو انت وصلت المرحله دي اصلا وما كنتش لسه طبقت الفلاتر اس دي كي، ممكن تعمل له انستول من هنا يعني عادي خالص. نعمل نيكست، نرجع بس كده نطمن فلاتر اب، خليه فلاتر اب 1. يبقى احنا كده ايه، لو حبينا نسمي اي حاجه تانية نكمل. طبعا يعني خلاص انت بالنسبه لك هو بيقول لك انت عايز تعمل ايه، سبورت عايز كوتلين. لو انت مثلا بتعرف تكتب اصلا نيتف كود لاندرويد مثلا، ففي كوتلين وفي سويفت للاي او اس. طبعا الموضوع ده مش هيفرق معانا قوي، احنا هنشتغل نركز كل تفكيرنا ان احنا نبقى بنتكلم على الفلاتر ذات نفسها ونعرف كل حاجه في فلاتر. ممكن قدام باذن الله نبدا نتكلم عن حاجات تانية زي الكوتلين، لو انت حبيت تكتب كود كوتلين، لان احيانا بيبقى في حاجات نيتف في الابلكيشن ذات نفسه، في نظام التشغيل ذات نفسه، مش هتعرف تعملها غير بكوتلين. لكن حتى الان ما فيش اي حاجه قابلتني محتاجه كوتلين بشكل ضروري يعني، لكن باذن الله نتكلم عنها يعني قدام. نعمل فينش، يبدا هو بقى يكريت البروجكت اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي دوت. طبعا واحنا بنعمل نيكست في الكلام، النيكست ده كله هتلاقي فيه قبلك ايه، حاجات انت عايز البروجكت يتحط فين والكلام ده كله. الكلام ده كله باذن الله من اول فيديو الجاي، واحنا بنكريت بروجكت هنقول لك هتختار انت عايز تحط البروجكت بتاعك فين بالظبط، وهتختار برضو اسمك لو انت عايز تعمل مثلا اسم للشركه بتاعتك اللي هي اللي عامله الابلكيشن، او اسم شخص ليك وكل. فهنعرفك ازاي كده. احنا فتحنا، هو بيعمل لسه كرييت زي ما احنا شايف. استنى لما كل الحاجات اللي بتعمل هنا بلس كده، خلاص كل حاجه دلوقتي معاك تمام، مفيش اي مشاكل. ايه اللي انت بقى محتاج تعمله دلوقتي؟ محتاج تعمل زي ما انا قلت لك في الاول فيرتشوال، اللي هو جهاز يعني يكون فيرتشوال معاك، عشان خاطر يبقى بعد كده جاهز معاك في اي وقت ان انت تعمل ران وتشوف اللي انت عملته يعني بعد كده. جهاز جديد طبعا، هو لسه بيعمل انلايزنج والكلام ده كله بيحصل لما تبقى لسه فاتح اول بروجكت، البروجكت لاول مره يعني والكلام ده كله، لكن ما تشيلش همه يعني خالص. تمام، هنروح بقى فين؟ هنروح نخش على تولز هنا كده. طبعا هو في حاجه لسه تقريبا بتحمل زي ما احنا شايفين هنا تحت، لكن تولز اي في دي مانجر. هنا بقى نبدا نعمل ايه؟ هنعمل فيرتشوال ديفايس. فهنخش نعمل كرييت فيرتشوال ديفايس، هناخد نشتغل على البيكسل 2 عادي مفيش اي مشاكل. اخر واحد ستيبل معانا 10. اي حاجه انت عايزها يعني، ده كله انت بتعمله للجهاز، مش معنى كده ان انت الابلكيشن اللي هتعمله هيشتغل على ده بس، لا انت وانت بتعمل ابلكيشن هيقول لك انت عايز يشتغل عليه بالظبط عادي خالص مفيش اي مشاكل. فتعالى نشتغل ان احنا عندنا مثلا ايه، نحط الجهاز مثلا اللي هنا اندرويد، خلينا في 9، نعمل داونلود ونعمل اكسبت نيكست. هنسيبه هو يعمل ان يدون بقى براحته اندرويد 9، وبعدين نبقى نرجع له. طبعا هو حوالي 875 ميجا ان شاء الله، الارقام كلها النهارده عظيمه. زي ما احنا شايفين هو كده عمل انستول كنا مسطوا اندرويد 9، فكده عمل انستول. هنعمل فينش دلوقتي، هو موجود معانا حاليا كده نزل خلاص. طبعا في الريكومنت هتلاقي كله موجود قدامك، لكن ده بتعدي عليه ومش يعني اعمل له تعمل له خلاص داونلود يعني. هنعمل نيكست. تمام، احنا كده اخترنا خلاص النظام. احيانا ممكن تبقى قديمة فعالة عندك وتختار منها ايه هاردوير، وتعمل الانستول اللي انت عايزه باللي انت محتاجه وخلاص. لكن حتى الان انا مش شايف اي مشاكل. طبعا في عندك ادفانسد سيتنج لو انت عايز تكمل بقى تشوف شويه حاجات تانية يعني كده قدامك. هتنزل هنا تلاقي عندك حاجات كتير زي ما انت شايف كده ايه، ممكن بقى تقعد تظبط بقى لو انت عايز تظبط رمات والكلام ده كله. لكن بالنسبه لي انا مش فارق معايا الكلام ده كله في حاجه. فهنعمل ايه؟ هنعمل فينش. خلاص كده خلصنا، نعمل فينش. ولو انت عملت من هنا كده ضغطت على الجزء ده كده هيفتح لك الايميليتور او الجهاز. زي ما احنا شايفين بيفتح لك الجهاز اللي انت ايه، طبعا هو قال لي انيبل وبعدين ببص لقيته بيفتح. فهنشوف بقى ده هتأثر على الحاجه قدامه ولا لا. لكن اي مشكله باذن الله تقابلني وانا بشرح هقول لك انا حلتها ازاي. ولو انت في مشكله قابلتك وانا بشرح في اي حاجه انا بتكلم فيها يعني كده، وبعد ما عملتها ازاي لقيت في مشكله حصلت، ابعت لي المشكله باي طريقه
وانا باذن الله هبقى معاك لحد ما تحلها ان شاء الله يعني. وطبعا خلي بالك يعني انا بعد كده برضو عايزك تبقى تشتغل على الموبايل بتاعك انت اللي في ايدك، لان مهما كان انت بتحدد الموبايل اللي انت عامله ده الايميوليتر دوت بتبقى محدد له رامات ومحدد له كل الكلام ده، فالرامات دي هو ياخدها منين؟ هو ياخدها من الجهاز بتاعك، فهيبطئ الدنيا عندك شويه. لكن انا عايزك بعد كده تبقى تحاول تجرب او يعني تشتغل على موبايلك، وهنعرف ازاي قدام ازاي نعمل انستول للايميوليتر دوت، يعني نشتغل نخلي الابلكيشن يسطب على الموبايل بتاعنا على طول مباشر، ونعمل ريفريش ونعمل كل حاجه على الموبايل بتاعنا عشان خاطر نخلي كل حاجه منفصله ويبقى الدنيا تمام، تعمل تيست براحتك. وممكن تسيب الايميوليتر ده قدام لو انت مثلا ايه انت عامل مثلا ابلكيشن معين عايز تجربه على كذا شكل موبايل، عايز تجربه على تابلت، عايز تجربه على كذا حاجه، والحاجات دي مش عندك فيزيكال يعني ما عندكش تابلت في البيت، ما عندكش كل الكلام ده، فبتعمل ايه ايميوليتر للحاجات دي كلها وتبدا بقى تعيش براحتك فيهم. يعني زي ما انت شايف كده ايه احنا بنفتح ده الجهاز بتاعنا. هنرجع تاني بقى اللي احنا الجزء بتاعنا دوت، هنعمل اكس هنا، احنا الايميوليتر بتاعنا فتح خلاص، هو طلع لي هنا في الايميوليتر هيطلع لك هنا الاجهزه المتاحه قدامك. هنعمل ايه رن، هو المفروض ان هو يبدا يعمل رن بقى هو بنفسه، ورن ده يخليه يعمل ايه؟ يخليه يسطب الابلكيشن اللي هو اللي احنا البروجكت اللي احنا عملناه باندرويد ستوديو. احنا ما عملناش حاجه، هو ده الديفولت اللي هم اصلا بيبقوا حاطينه لك، هيعمل له انستول دلوقتي هو على الايميوليتور اللي احنا لسه مسطبينه الوقت اللي هو الجهاز دوت، هيبدا يشغل البروجكت ده عليه. فاول مره طبعا هياخد وقت لانه بيعمل انستول من اول من الزيرو، لان الابلكيشن ده ما كانش موجود اصلا على الموبايل، فهيتعمل له انستول من الزيرو. لكن بعد كده هتبدا لما نبقى نعرف مميزات فلاتر هنعرف ان في هوت ريلود بتعمل بس ريلود في اقل من ثانيه للحاجه اللي انت عدلت مثلا حاجه فلانيه وعايز تشوفها بقت عامله ازاي، بتعمل ريلود في اقل من ثانيه تكون كل الحاجه اللي انت عايزها اتظبطت. وطبعا زي ما احنا عارفين برضو اندرويد ستوديو ذات نفسه العمليه فيه بطيئه، لان اندرويد ستوديو بيستهلك جامد من الجهاز تمام. فانا برضو يعني اقتراح ليك لو انت بتعمل لو انت عندك جهاز او لاب او كده تعرف تشيل منه البطاريه وانت شغال يعني يبقى احسن لك، ممكن تشيل البطاريه وخلاص وتتعامل، لان البطاريه انت رايح البطاريه شويه يعني. مبدئيا كده يعني اول رنايه زي ما احنا شايفين فيلد ماشي، فهنرجع نشوف المشكله فين. هنقفل الايميوليتر اللي معانا دوت، انا شاكك فيه اصلا من ساعه ما فتحته. هنيجي هنا نقف هنا على الموبايل على اليمين خالص، هتلاقي الاي في دي مانجر هيظهر لنا الجزء ده. هنعمل ران انيبل تو لوكيت اي دي بي اوكي، فتحت نيو بيج وشفت انيبل تو لوكيت اي دي بي ديت. طبعا طلع لي المشكله بتاعت ان في مشكله في الاي دي بي ديت. هنقفل الايميليتور، انا طبعا سرشت فضغطت هنا هضغط تاني هنا واجي هنا على الجزء ده كده واعمل وايب داتا اعمل يس yes. بعد كده ارجع ارن تاني الايميليتور اللي انا لسه عامله تمام، اعمل بقى رن الايميليتور طلع لي نفس المشكله مفيش اي حاجه حصلت. طب دلوقتي احنا دلوقتي في مشكله حصلت وبيقول لك ان هو مش انيبل تو لوكيت اللي هو الاي دي بي، فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنشوف نروح نسيرش على المحل المشكله ديت فين في جوجل ونرجع. طبعا اي مشكله هتظهر زي ما انا قلت لك هحاول ان انا اقول لك الحل انا وصلت له ازاي. هقفل البرنامج نقفل الايميليتور الاول كده عشان يعني هو ده اللي عامل المشكله كلها. نقفل البرنامج نعمل اكزيت. دلوقتي انا دخلت في جوجل وكتبت انيبل تو لوكيت اي دي بي اللي كانت بتظهر لي في المشكله اللي كانت بتظهر لي الايرور اللي كان بيطلع لي يعني. اول واحد ده الستاك اوفر فلو اللي هو ايه الكلام اللي مكتوب هنا ده. فنبدا نشوف الشباب كاتبين ايه. احنا طبعا واحد كاتب المشكله عنده حصل كذا 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 وجاله ايرور انيبل تو لوكيت اي دي بي وزن از كي مش عارف ايه كل الكلام ده كله. فهنبدا نشوف المشكله حصلت فين. طبعا اغلب الناس لما انا كده سيرش كده انا ببص نظره عامه في الاول قبل ما اعمل اي حاجه، لا شفنا المشكله كلها ممكن تكون في ويندوز ديفندر،
ويندوز ديفندر نروح له منين؟ نيجي هنا كده نضغط هنا، نيجي هنا نوتيفيكيشن، نعمل يس. ممكن ديت تكون عامله ازمه في الوقت اللي انا بعمل فيه انستول، يعني بس عايز اعمل انستول وبعد كده تبقى تفرج لما ابدا اشتغل بعد كده عادي مفيش اي مشاكل. دلوقتي انا وصلت لل ADK زي ما هو قال، سي يوزرز جون اب داتا اندرويد، وصلت لاب داتا اندرويد. فهو بيقول لك احنا هنشوف الفايل بتاع بلاتفورم تولز ده على بعضه كده، الفايل ده كده على بعضه، فقال لك ايه امسح الفايل بتاع بلاتفورم تولز زي ما احنا شايفين، بي سي سي يوزرز اوسم، ده اسم الجهاز بتاعي على حسب اسم الجهاز بتاعك يعني هتلاقيه موجود هنا. اب داتا دوت لو انت عندك الفولدر ده ممكن مش ظاهر عندك، فهتضغط على اوبشنز وتيجي فيو وتضغط شو هيدن فولدرز، بعد كده هتخش هتلاقي فيه لوكال وفي اندرويد وفي اس دي كي. طبعا ده لو انت ماشي معايا نفس الحاجات بالظبط يعني على حسب ما انت عامل انستول في المكان اللي انت عامل انستول فيه للاندرويد ستوديو. فهو قال لك انت تمسح الفولدر بتاع بلاتفورم تولز ديت، مسحته من على الجهاز عندي كده، هو بيقول لك الاي دي بي مفتوح، هنيجي نقفله بقى ايه نوع من انواع كده العافيه زي ما احنا شايفين هو ده اللي عامل الازمه في الليله دي كلها. تراي اجين، الفولدر اتمسح. نرجع تاني نفتح اندرويد ستوديو، دلوقتي احنا مسحنا الفولدر اللي كان موجود هناك، هنيجي هنا نخش في التولز، نخش في الاس دي كي مانجر، نعمل ان تشيك هنا ديت، نعمل ابلاي. طبعا احنا كنا بنحمل فيه بقى لنا سنه من ساعتها، نعمل اوكي. دلوقتي عملنا ان انستول، نعمل فينش، خلينا في 9 بعد كده ابلاي اوكي اكسبت نيكست. نرجع تاني بعد ما يخلصهم ان شاء الله كده الانستول خلص، نرجع تاني نعمل فينش ونشوف احنا وصلنا لحد فين. ندخل على الاي في دي مانجر، نيكست، باي. نعمل ابديت على السريع، فينيش بيكسل 2 مش عارف ايه كل الحاجات موجوده، نعمل فينيش، نعمل ران الايميليتور انيبل تو لوكيت اي دي بي. ده الجهاز طبعا انا الوقت لما باجي هنا لو انا حبيت افتح رن البتاع دوت المفروض ان هو يفتح على ده. تمام اوي كده. طبعا ده بعد طول انتظار بعد ما حلينا المشكلة بعد ما مسحنا البلاتفورم اس دي كي والكلام ده كله، وبعدين رجعنا تاني عملناه سطبناه وكده، الابلكيشن فتح معايا زي ما احنا شايفين. ده الابلكيشن اللي موجود حاليا، ايه اللي فيه؟ ده الابلكيشن ذات نفسه اللي معايا زي ما انت شايف كده. لو احنا دلوقتي عايزين نعمل تعديل في الابلكيشن على السريع ونبين المزايا بتاعت فلاتر
مع ان انا شاكك في فلاتر اصلا، في لما بتفتح من اندرويد ستوديو ما ببقاش ايه مطمن لها كده. نفتح زي ما احنا شايفين ده الابلكيشن الايميوليتر اللي معانا، فاحنا عايزين نعدل حاجات ونشوف هتعدل ولا لا، وهياخد وقت قد ايه عم تعدل. فنيجي مثلا هنا كده، ده بيقول لك الثيم اللي هو الشكل بتاع الموقع بتاع الابلكيشن، فهو كله باللون الازرق، فاحنا ممكن نمسح ده كده. طبعا اندرويد ستوديو هو هيكمل لنا اصلا، هيقترح علينا هو الالوان زي ما احنا شايفين، مش محتاجين ان احنا نقعد نكتب اي حاجه. فتعالى مثلا نختار اللي هو الديب اورنج ده مثلا، عايزين اي لون بس مختلف مش اكتر. وبعد كده نعمل هوت ريلود، المفروض هوت ريلود المفروض ان هو يرفرش في ثانيه زي ما احنا شايفين، كل حاجه اترفرشت في ثانيه من غير اي مشاكل خالص الحمد لله يعني. يبقى احنا كده عملنا انستول لاندرويد ستوديو، عملنا انستول للفلاتر، عملنا انستول للجيت في الاول كان مطلوب يعني، وحلينا المشكله بتاعت الاي في دي، وعملنا الايميليتور كده. انت معاك فلاتر متسطب على جهازك الحمد لله يعني، مفيش فيه اي مشاكل، تبدا تكود براحتك وتمشي معاه بقيه الكورس ان شاء الله. طبعا زي ما انا قلت يا ريت تكون اتفرجت على الفيديو الاول وعرفت الحاجات اللي انت محتاج تنزلها وبعدين كده تشتغل. طبعا الحاجات ديت في اول مره الموضوع هيبقى مجهد بالنسبه لك، هتحس ان بملل رهيب كل شويه داونلود وحاجات بتقف وحاجات بتشتغل، والعمليه بالنسبه لك هتحس انها عقيمه. باذن الله العمليه بعد كده تبقى اسهل، هيبقى الموضوع سلس اكتر من كده. طبعا الانستول ده متحمل بايدنا يعني، فانت يعني الحمد لله ان كل حاجه اشتغلت. زي ما قلت لك لو اي مشكله وقفت معاك انا معاك باذن الله لحد ما تحلها، لو انا بس الانستوليشن بس ده بالنسبه لي، لو انت بقيت تمام فيه وعرفت الاساسيات خلاص كده انت اي حاجه تقدر تكمل فيها براحتك مع نفسك عادي، مفيش اي مشاكل. لحد كده الفيديو ده خلص، الفيديو الجاي باذن الله هنبدا نتكلم ازاي تعمل انستول لفيجوال ستوديو كود. لو مهتم بفلاتر وعايز تعلمها هتلاقي في فيديوهات تانية ان شاء الله بتنزل باستمرار. اعمل لايك وسبسكرايب وكومنت باي موضوع عايزنا نتكلم فيه ان شاء الله، واعمل شير بين اصحابك او عايزين تتعلموا سوا يعني ان شاء الله، واستنى جديد.